أنت سلمت في 80% من غير تفاوض، فماذا عساك أن تأخذ من 20%؟ ثم يتفاوضون مع اليهود. جميل جميل، وكأن اليهود حدث جديد في التاريخ وليس اليهود أقدم أمة. التفاوض العقيم والمماطلة والتسويف سمت أصيل في التكوين اليهودي في التوراة والإنجيل والقرآن. اليهود يا أحبة تفاوضوا مع الله عز وجل عن طريق الوسيط الدولي موسى عليه السلام في قضية بقرة. فاوضوا الله في بقرة، فهل يعطيكم دولة وقدس ومسجد وقبلة ومحراب؟ لم أنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله أم أن دولتكم أهون من البقرة؟ ومن عجب أن يكون الحوار الطويل عن البقرة ليس هو القضية المطروحة على النزاع أصلا، لكن القضية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فقلنا اضربوه ببعضها، يعني أصل القضية قتيل لم يعرف فيه القاتل، وكان المطلوب معرفة القاتل. فدلهم موسى على دليل الإثبات، اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها، فجادلوا في دليل الإثبات وتركوا أصل الحق، وهؤلاء هم اليهود. بعض من المنطق، بعض من المنطق وقليل من الحياء وشيء من الفهم. التدليل والتدليس والخلط المتعمد للأوراق خيانة للقضية أو جهل بها، والجاهل لا يقود والخائن ليس أهلا للأمانة. ختاما يا أحبتي حتى لا أتجاوز، وهذا القدر يكفيني، هلتزم للضيوف. لكني ختاما أقول